شوف الحين بعبي الموتر ماشي كم؟ 2454، والمسافة المتبقية كانت 26 كيلو. مولع اللمبة صنو ولا ستارت؟ نشوف الحين كم يعطينا. شوف كانت تزيد المسافة. خلي إذا خلص نشغل الموتر. شوف هللت صار ريوس شوي. زين 95 مظبوط. كان باقي 26 كيلو تقريبا. فللت 170 ريال، 72 لتر، يعني قلت 73 لتر. حلو. كم أعطانا مسافة متبقية؟ أعطانا 610. وبكرة بروح ليل الشرقية إن شاء الله. توقعاتكم راح يمشينا المسافة ولا لا؟ تانكي وقارنته بالسيارة ترى يعتبر صغير، بس بنشوف كم يمشينا. صفرنا منذ بدء الدوران والفترة الطويلة، وبنشوف كم يمشينا المزيون. ونقطة مهمة، دايم بالحر وإذا صار وراك خط بتمشي الصبح بالظهر ولا بالشمس، حاول إنك تفل البنزين بالليل. الزين شيء ترى. نقول بسم الله. ليش؟ لأن الحر مشكلة يا صديقي. هو عادي ما عندك مشكلة، بس إنه الأفضل الأفضل إنك تفلل وتعبي بنزين بالليل تخلص أمورك، خاصة بالحر. ركبت ورا نجرب وضع الصف الثاني. ما شاء الله تبارك الله، الله يوسيع ويسيع. تمد رجلينك، تاخذ راحتك. ستار الجانبية هذه مرة مهمة، يعني احسن ما يكون. انواع الراحة. طبعا باقي للشرقية 90 كيلو. وشفتوا كم يوم عبي فل بالليل؟ من يوم طلعنا من الرياض ومشينا 311 كيلو، وباقي مسافة متبقية 310. ما شاء الله تبارك الله. طبعا كان على وضعية مريح، يوم بقى 90 توي شيكت، مر على محطوط على مريح، مو على اقتصادي. حطينا اقتصادي الحين. ما شاء الله تبارك الله. العزل ورا يعني تقدر تقول 7.5 من 10، 8 الارضي على حسب نوع اسفلت. اللي فوق العوارض خلي لصقت بشوف. الحين بفك المايك عشان تسمعون الصوت. ترى دايم الصوت بدون المايك تصوير الجوال يصير فيه وشوش زيادة عن الطبيعة، فلا تقيس عليه. يعني أنا أشوف أقرب شيء له للمايك، بس خلنا نجرب الحين. شوف الحين بدون المايك صوت العزل بالصف الثاني، ويختلف العزل في الفلسفوت. الحين بشبك المايك، شبكت الموتر ورا من أحسن ما يكون، مريح حتى قدام بعد مريح، بس باقي جهة السواق. خلصنا شغلنا بشرقية ورجعنا سدرد. شوف المسافة المتبقية كم؟ 180، والمؤشر هنا فوق الربع. إن شاء الله يكفينا. أذكر أنا في محطة بنص الطريق، من يوم طلعنا من الرياض مشينا 436 كيلو. كم يمشينا؟ لأنه معطانا مسافة متبقية 600، ودي أشوف كم يمشينا بالضبط خط. والله ما أخفيكم، شيكنا على المحطات، طلع أقرب محطة حوالي 265 كيلو على طريق الشرقية، فما لنا إلا المحطة هذه، لازم نعبي هنا. كم باقي؟ باقي 170، ومن يوم طلعنا من الرياض 452 كيلو، وباقي 170. هو أشوفه دقيق، 170 يعني 170. حط 100 و400، هذه كم؟ 500 والله حول 600 وشوي، فيبي يمشيك 600 بالراحة. لو احنا ماسكين خط الحادثة نشوفنا كم يمشينا بالضبط، بس حروة 600 يبي يمشيك 600.
وقفنا نصلي ونجرب الحين نسوق. بسم الله على بركة الله. يا أخي الموتر في نعومة عجيبة والله، يا في كمية نعومة مو على وزنه أبد الموتر، أبد أبد. زين شفتوه، مشكلة ما في محطات كثيرة على الطريق الشرقية، اضطرينا نعبي، نحن حاطين عضية شو اسمه اقتصادي ثبت السرعة. حلوين والله يا موتر بعد ما شاء الله. طبعا أول شيء راح يلفت انتباهك، شوف على سرعة 140 الار بي ام على 2.25 مو 2.5، 2.25 ما شاء الله، مع ان الماكينه 2004 سلندر، يعني لا تنسى يا صديقي تبديل بين النمر ما تحس فيه ابد ما شاء الله تبارك الله. صوت العزل اللي فوق فيه صوت هو خفيف على العوارض، يعني تقدر تقول 7 من 10. الموتر كبير ترى، فزين منه بعد 7 من 10 على هالحجم. عندك يا طول العمر والسلامة صوت المحرك، ما في ما تسمع صوت محرك قوي، فرايق رايق الموتر ما شاء الله. العزل الارضي اعطيه 9 إلى 9 من 10، العزل اللي فوق 7.5 8 7.5 8 بالعوارض هنا. الموتر ما شاء الله تبارك الله، ما لا غلط موتر خط، عز الله موتر خط، فيه خفه فيه رحابه، الاجسام متعافين وطوال ينبسطون، وسيع ومريح ما شاء الله، وخفيف خفيف، هذه ميزة صراحة. نور ما شاء الله ما هو سهل بعد. وش بعد ذكروني بالله، بنزين تكلمنا قلنا لك يوم ودي سكر النور حق السقف عشان تشوفون الإضاءة، النور والأشياء كلها لمس، كل شيء لمس ما شاء الله، جو حلو فخامة صراحة. حتى الثيمات إذا بتغير في أكثر من شكل، مع إني ودي لو حطيت ثيمات زيادة بعد صراحة. وصلنا الرياض يا ربك الحمد الشكر، سرعة 126 فوق 2 بشوي، 140 على 2.25 ما شاء الله تبارك الله. مستغرب من الماكينة 4 سلندر حجم البين والاربعين كيلو، والله أنا ما يسهل ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. رايق الموتر، رايق موتر خط يا الله، موتر خط مريح وخفيف، سواقته حلوة، أتحس إنك تسوق سيارة ما شاء الله 3 صفوف وهالحجم بعد. تعالوا خلونا أوريكم الفخم الأنيق بالتغييرات اللي أنا أشوفها، بالنسبة لي تغييرات كبيرة بالواجهة الأمامية والخلفية والداخلية، حتى المحرك غيروا المحرك. المحرك قبل كان 3.6 سلندر، معلش على حقيقة حقة اللايك، الحين 4 سلندر. طيب وبندر قوة الأحسن أخف تضعف أو شيء يشيل عمره، الموتر طيارة، بعدين صار خفيف نفس بشكل عجيب. وأكثر شيء يميز هالمزيون هذا مثل ما صورتكم قبل وجربته لكم 2021 ورحنا عليه خط الحائل، أكثر شيء يميزه الوسع والرحابة، وكملوه بالفخامة الداخلية والخارجية. تعالوا مع بعض خلونا نشوف ونستعرض هالمزيون. هذا 2021 اللي رحنا عليه خط الحي، شوف فيه اختلافات كبيرة بالواجهة الأمامية بالجانبية، كلش 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 يعتبر تغير كبير. بحط لكم رابط الموديل اللي قبل اللي هو الست سلندر. طيب قبل أن نستعرض لكم مواصفات الفخم اللي معنا هذا، هذه فئة الايرلاين اللي تعتبر أعلى فئة، هو راح يتوفر بثلاث فئات، الايرلاين نفس اللي معنا الفل والكمفورت والترند لاين اللي راح يكون أقل، يبدأ سعره بكم من 187، والفئة الأعلى اللي معنا هذه ب 230,000 ريال. المحرك راح يكون 4 سلندر بحجم 2270 حصان، والعزم 370 نيوتن، والجير 8 سرعات. الفئة اللي معنا هذه تعتبر هي أعلى فئة. التصميم الخارجي صراحة ولا غلطة يفوز،
كشكل خارجي روعة ما شاء الله تبارك الله. الواجهة الأمامية جاية بشوب كبير، أنوار عدسات جاية بحجم كبير، الصدام والواجهة الأمامية كلها جاية بحجم كبير، وتستشعر الشيء هذا من أول ما تشوف الموتر على الطبيعة ومن أول ما تسوقه، لأن الموتر فيه عرض، وإذا صار الموتر فيه عرض معناته أن الموتر وسيع، وهذا أكثر شيء يميز الفئة هذه. الوسع، الرحابة والخفة والراحة والنعومة والجمال، التصميم الخارجي هذا المفتاح. صار فيه تشغيل عن بعد، اللي قبل ما فيه تشغيل عن بعد، تقفل الباب، فتح قفل وفتح الشنطة، نضغط مرة ثانية وتضغط هنا مرتين، بسم الله، خلنا نفتح مرة ثانية. وحين تشغيل عن بعد تسكر وتفتح وكذا، ها، بعدين واحد اثنين، بسم الله، ما شاء الله سريع سريع بالتشغيل، سريع. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، اللد النهاري اللي جاي كامل على النور، وعندك الانوار العدسات. بنولع لكم النور، بنشغل لكم النور، شوف النور، الانوار جايه على العدسات، جايه بحجم كبير ومتكيفه تتحرك. المتكيف يتحرك على حسب، اذا احد قدامك سياره ولا شيء راح ينزل النور العالي والواطي. هذه الانوار، عدسات ال اي دي، واللد النهاري اللي جاي كامل ممتد على الشبك. شوف قبل لا نشغل النور كان بس على اللي فوق اسطب، فجاي شكله حلو صراحه. واكثر شيء انا عجبني صراحه كبر الواجهه الاماميه، دايم حجم الواجهه الاماميه اذا جاء كبير راح يعطيك جمال اكثر وفخامه وهيبه وحضور اكثر. والجنط هنا تحفه، مقاس 21 رايق، وشعار الايرلاين هنا على الجنب، والجهه الجانبيه اللي جايه بسلة علويه، ومقابض الابواب جايه بنفس لون السياره. شوف الجهه الجانبيه، ما شاء الله تبارك الله، يا الوسع والرحابه، هذه اكثر ميزه انا تجوز لي صراحه. الشكل الخلفي معطيك قصه رياضيه بنفس الوقت، وبعدين بالليل بالاضاءه بالمركب يا اخي تحس، ما ادري، بتحس بالسيارات الفخمه، تحس تستشعر بالسيارات الاوروبيه الفخمه. انا ما بيقول وش الشركه عشان ما تقولون بندر، تبالغ ما تبالغ، بس هالشيء هذا ما راح تستشعره الا بالفل وبالاضاءات اللي بالليل راح اصوره لكم ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، يا الوسع والاضاءات والشغل الحلو. شوف حجم الباب كبره ما شاء الله، الصف الثالث صغار يكفيهم بالراحه. الاضاءات عجبتني، شوف شلون شكل بس باللمس، حتى قوية بعد، موزعة كأنك شغال شغل شغل عدل شغل عدل. هنا رحابة يركب ورا لازم يكون يقدر يستحد المرتبة. كرد هنا على الطبان لازم يكون بعد. ترى أكلمك بدون مايك، العزل يعتبر يعني فوق المتوسط، العزل الأرضي واللي فوق مبدئيا يعني داخل المدينة. احب المواد الروسيه انا، وريكم الاضاءات المحيطيه، طفيها لمسه، وين شوف الاضاءات المحيطيه، هنا وهنا، هذه جهه السواق، هناك في زي كتابه الطوارئ نفس التخشيب. بعد صديق الألماني، شوف هذه الأنوار بالليل، مكان مظلم ما شاء الله تبارك الله، الإضاءة جدا حلوة، أوريكم الإضاءة داخلية ما شاء الله تبارك الله، أنوار LED يا أخي، الأنوار البيضة تعطيك فخامة. سكر النار هذا، شوف الإضاءة فخامة فخامة، ما في إضاءة ترحيبية بس إضاءة خارجية. الشيخ الموتر مع الجنط الكبير، تحضر أصور لكم التسارع، وضعية القيادة من وين؟ من هنا رياضي، مسكتها على اللون الأخضر والدحمة، وهنا من
حطيت العمر الاس ليش كنترول الإيدي جاية حلوة بشكل مرتب. أول كان بس اصطب يمين وزاوية يسار بس بالنص ما فيه، الحين خلوها كامل، حسست خلفية مخارج الشكمان هذه زينة بس معطية شكل وهيبة. وهذا الشكل الخلفي وارمتك دفع رباعي، هنا خط اصطب الإيدي شعار الفلكس واجن، مجموعة فلكس واجن، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شوف المساحة اللي تعتبر كبيرة. هذا عندك مساحات تخزين زايد العفريتة، وبوريكم الحين بنسحب المراتب الصف الثالث اليدوي بالشكل هذا، ويعتبر واسع بعد، يعتبر واسع ما شاء الله. شوف مساحة التخزين، فتحة التكييف نفس الموديل اللي قبل، بس اللي بالصف الثاني راح تكون قدام. قول بسم الله، والله واسع يعني بالعاده يصير للبزران اللي ورا، هذا حتى متوسطين الطول. وبعدين هنا في مرونه بصفط المراتب، تقدر تصفط هذه تصفط هذه تستح هذه، ففي مرونه كثيره صراحه. شوفوا ما شاء الله، هذا سقف بنظامة اللي يعطيك رحابه داخل السياره، والطبلون الداخلي اللي راح نشوفه بعد شوي مع الشاشات والتصميم الجديد، وشنطه كهرب طبعا. سكر الشنطه نقول بسم الله، أناقة 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 ما شاء الله تبارك الله. السلة علوية، موتر عائلي ورياضي بنفس الوقت وفخم بنفس الوقت ورسمي وكشخة بنفس الوقت، يعني جامع كل شيء، وسع ورحابة وعائلي وشبابي وكلش. بالتصميم الجديد طالع توب، يصلح اللي عنده عائلة طفلين شغالة، يعني بكفيهم بالراحة إلى ثلاثة، لانه يجي ثلاث صفوف. صرفيه البنزين ان شاء الله ان نمسك عليه خط 11 يمشيك اللي قبل 6 سلندر 10. بس اكثر شيء لاحظته انا الخفه، الموتر فيه خفه عجيبه صراحه، ما كانك تسوق موتر بالحجم هذا، هو يعتبر ترى اس يو في طبعا متوسط الحجم. هنا ستار جانبيه يدويه ثبت بالشكل هذا، اهم شيء ستار جانبيه. سيارات العوائل خاصه الصف الثاني ولو صار حجمه كبير لازم ستار علويه. هنا سماعات هارمن كاردن، بقول لكم كم مساحات تخزين بكل مكان، مراتب دايموند بالشكل الحلو. نبي نفتح سقف البانوراما الحين كامل عشان تضوي علينا، شوفوا قصه المراتب. هنا تقدر تصفط المرتبه بالشكل هذا، شوفوا جت كذا، وله اكثر من طريقه تقدر تصفطها. زايد عندنا فتحنا لكم سقف البانوراما عشان النور، لان نشوف قزاز مظلل تعطينا نور اكثر. حامل اكواب تكايب النص، تحكم بالمكيف من هنا الكتروني بالشكل هذا، ومخارج تايب سي صراحه من الاخر، حتى الالوان طالعه تحفه وروعه تفتح النفس. وهنا جهه السواق، هنا التغير الكبير، حتى الكونسول الوسطي والشاشه كل الاشياء هذه تغير. ما شاء الله تبارك الله. سكر الباب اول، دخول ذكي على جميع الاربع ابواب من هنا، نقاط عمياء رادار، تخرج على اليسار. شوف الكنسول وسطي متغير كامل، متغير كامل، تخشيب، زر تحكم النوافذ، كرسي كهرب،
دكرة تخزين مراتب، دلع 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 دلع. اللي يبي موتر سعره مقارنة بالسيارات الفخمة والشركات المعروفة الأوروبية، هو أوروبي طبعا ألماني، وبسعر معقول بنص هامش الربع السعر هذا. لأنه أنت لو تقارن زي هذا مرسيدس ولا بأودي ولا بالسيارات الثانية بكم؟ أقل شيء نص مليون، هذا ب230، يعطيك إحساس وشعور السيارات الأوروبية الفخمة. شو مساحة التخزين هنا؟ حلوة هذه. دائم سيارات عائلية يحتاجون مساحة تحكم بالنور. وين هنا؟ هذا كله تحكم بالنور، تتحكم هنا كل لمس. الشاشة 10 إنش، الشاشة هنا 12 إنش، وبروجيكتر. هذا المفتاح شفتوه قبل شوي، بس خلونا نطفي السيارة. ودي مشكلة عشان الإضاءة ما نبي، بس خلونا نسكر الباب. يا أخي سواكته حلوة حلوة، راك زاز ما هو مدبر وحليل عزله، بس يبيلي مع الخط يتبين أكثر. نطفي الموتر. ستارت وين هنا؟ هذه الشاشة 12 إنش، هنا الشاشة 10 إنش، تعطيك الإضاءة الوداعية مع مسافة المسافة المتبقية والأشياء الثانية كلها هذه. نقول بسم الله، إلى اللقاء بعد، يلا إلى اللقاء. هذا 10 إنش مثل ما قلنا لكم، رادار مثبت سرعة، زر التحكم اللي هو بالشاشة، تقدر تغير أي ثيم هنا. يد الشاشة والطبلون يبيله جلسة صراحة، يبيله جلسة. بس خلونا نسكر لأني أحس بالحرارة أنا، وأنا لا لا ما أنا بستار تسكر الذيب. شوفوا لمس لمس هنا الإضاءة بعد لمس. الله تبارك الله، سكر قزاز لأنه مظللة. سبحان الحر، الله يرحم، الله يرحمنا برحمته يا رب. بستعرض لكم الشاشة بشكل سريع من وين، من هنا. إذا تبي تغير تجيك بالشكل هذا، تبي الجي بي إس، تبي ثيم بشكل ثاني، ودك معطينك أكثر من شكل صراحة. تبي بالشكل هذا وتقدر تتحكم هذا تغيره، إذا تبي تغير اليمين ولا اليسار بعد بالشكل هذا تقدر تختار. هنا نعطيه البي، الإعدادات اللي تبيها. هنا تبي، هنا تبي تحط النظام المساعدة، تبي تحط أي شيء تبيه تقدر تسويه. وهنا بعد تقدر تتحكم بعد، وهنا بعد يا طول العمر تتحكم بالشكل هذا. وإذا حطيناه بالدي بعد تقدر تبي هنا مرن مرن. الشاشة مرنة بشكل عجيب صراحة، ويبيله جلسة. حتى هنا تقدر تغير، شوف يبيله جلسة. حتى اليسار بعد نفس الوضع، ففيها مرونة وفيها ثيمات حلوة وأشياء حلوة. الحين نجي للشاشة الوسطية 12 إنش اللي جاية بشكل حلو ومرتب، ومختصرين لك أشياء كثيرة، وبنقصر ومكيف علشان ما يزعجكم. شوف هنا شكل السيارة صراحة دلع، والله دلع. شوف تبي تشوف هنا ضبط الإطار، هنا هنا بيانات الرحلة، الفترة الطويلة من عبة بنزين السيارة. تبي تشوف الأضواء تحكم به من هنا، والمرايا بعد تقدر تتحكم به. وهنا هذا من برا ومن داخل، وضع الخدمة، حتى الإضاءات المحيطية حطينا لك. يا أخي إبداع 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 إبداع، وكل الدعوة لمس. شوف هنا الإضاءة المحيطية، شوف أقولكم يبيله جلسة، يبيله جلسة صراحة، يبيله جلسة. الموتر غير شوي، هذا كأنه برتقالي وأصفر، نشطح لكم شوي. ومكيف التبريد والتسخين، هذا حقت المراتب تسخن التبريد طبعا. وش اللي نبي صراحة؟ يبيله جلسة الشاشة بينه وبينكم، والله ما نقضي إلا بكرة. بس أنا ودي أوريكم بعض الأشياء. بيانات الرحلة شفناه، نبي القائمة الرئيسية تجيك بالشكل هذا، توجه المنزل حق الجي بي إس. إيش بعد إيش بعد؟ ما نبي الخريطة بالضبط هنا،
هاي هي دبرة، هذه قائمة الرئيسية بتجيك بشكل هذا. منظمة المساعدة، الله ياهو دلع، الصدق دلع. يعلمك حتى كل شيء، أنظمة الحفاظ على المسار، تبي يخرج على المسار، فرمة الطوارئ، كل هذول الأشياء موجودة. فالشاشة بيلة بيلة جلسة، صدق بيلة جلسة. الراديو راح يكون بالشكل هذا. بس بيوريكم الكاميرا، ثلاث دقائق راحت على الشاشة، بس تخيلوا. الجير هذا هو، شوفوا شلون جاي شكله. ستارت تايب سي 2، شحن وايرلس، حامل كواب، مساحة تخزين، تكايله بالنص، تايب سي. ان شاء الله مرتب رايق من الاخر صراحه. التخشيب هنا مكتوب، الطوارق بصورها لكم بالليل. الكاميرا اشوفها انا متوسطه او اقل من المتوسط صراحه، يعني كل شيء ضبطوه الا الكاميرا، ما ادري ليش، ودي لو اجمل من كذا. شوف حتى تقدر تتحكم به بالشكل هذا، ولا فيه بعد اوتو بارك ما شاء الله. بس لو مضبطين دقه الكاميرا كان يا سلام. وش باقي بعد؟ هي هذه الهمشة، صوت البوري. بركب ورا، انا قبل مجرب ورا، اقسم بالله يا ممتع. شوف ما شاء الله، شغل مرتب. الموتر طيارة ما شاء الله تبارك الله. وهذه الماكينة، 4 سلندر بحجم 2000، قوة 270 حصان والعزم 370 نيوتن. وهذا الكبوت مفتوح. هذا فلشر جاي بنفس اللي تشوف العدسة شلون تحرك، شلون متكيفة، وشارب مراية طبعا. الكبات الخلفية جاية الاي دي، هذه لمبة الفرامل ولمبة الريوس بعد، جاي بشكل حلو ومرتب وانيق من الاخر ما شاء الله تبارك الله.